ده برضو الفرتبرا الكانالة اهو مفتوحة، اللي انا شايفاه جوه ده اهو برضو السبانال كورد، والكفرنج اللي باينه الطف دي واللي ريليتد للبادي اوف ذا فيرتبرا دي الديورا ماتر اهي. وبالتالي يبقى انا كده حاطه الفورسبس كده في الاي بي ديورال سبيس او في الاكسترا ديورال سبيس. يبقى السبانال كورد ديورا ماتر، خلاص هو السبانال كورد فوق منه البيا تبقى لازقه عليه، دي الديورا واللي بره ده الاي بي ديورال سبيس. حتى الديورا اهي كونتينوس مع السريبرال ديورا، مع الديورا موجوده فوق مع الكرينيال. طيب نفس البارت ده كده اهو برضو واحد تاني، بس مفيش حاجه باينه، بقى السبانال كورد كمان متشال، فاللي باين ايه ديورا ماتر بس اهي، واللي انا ماسكاها دي اهي، وبراها برضو ده الاي بي ديورال سبيس. الخيوط بقى اللي انا شايفها خيوط فايبرز دي، الفايبرز دي خلاص هي دي السبانال نيرفز اللي طالعه من السبانال كورد.